مرحبا، اليوم جينا كفرجي تحدينا. هو كنشوف سخنت هلا كل شي بالارض. شو هذا؟ هاي زغنتي، وهذا بدي اطبه هلا، وهذا يمكن يلا لي ارض طارت. هيك هذاك مو الي، لكن عند اختي. هيك طبعا هاد ما الي الا ثلاثة هون، وانا هون بيجي درجة واحد، وهدول ليك بيجي ما تشتغل. هاي اللي اشتريناها كتير حلوة، وهاي هيك طبعا اليوم باقي دروت ضربات من تحت. وهاي خالتي اشترت لي اياها، انا ما بعرف كتير حلو لونه كحلي ما اسود هالمرة، شفن. وما في زين طبعا، هدول كل بيجامات بس في زين واحد. اوكي تعال هلا نبلش نطبق. هلا راح اوقف الكاميرا وراح اشتغل مره ثانيه. هلا خلصت شغلتها. وين بدي افكر احطكم؟ استنوا هون منيح. لا هيك. وهلا بدي الجوتشي اسمها اكتا توتوسن. هوني ما بلبسهم كتير، حطن هوني. وعندي هاي كتير قصيرة في البطن هيك شكله. اوكي بعده في عنا هاي. هاي لبستة مرة بس على المدرسة، انا طبعا اسبوعين غبت، انا امبارحة ما رحت واليوم ما رحت. ويا فكرة انا عملت سبرايز لامي، هي كانت نايمة. اوكي كانت نايمة ام هاي ام انا شغلت لها شمو، سويت لك كل البيت نظيف، وحتى نظفت لك كل البيت وهي نايمة. أنا هي ما كانت بتعرف، بس اليوم هي صارت تعرف إن أنا شغلت لها شمو. هي كانت نايمة لأن هي صارت كل يوم بتصوم، عشان طبعا هذيك المرة وقت كان رمضان ما صامت، لأنه كان شان سنين إذا ما قلت قبل، لأنه ماما حملت وصار عنا بيبي 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 بيبي. شوفوا الكنز كتير حلوة وكلها هيك. انا بلبس تحت بضي او قميص احيانا، بس هيك بتجي انا احيانا بدي ارسلت بدي البس بدون شي، طبعا ما تسمح لي. بس هيك بتجي بسوي البطن كله والجسم. شوفوا يعني كتير حلوة. هلا هونيك بالصالة بسمع تيك توك، ما بعرف شو بدي اطوي يا ربي، بس هذه البنطلونات والجاكيتات. او ماي جاد، حتى هاي قصيرة البصل كتير حلوة عجبتني. تجي بتبين ايدين هيك، هيك تبعي لفتها من هون وتجي هيك ولفتها شوي من ورا، ونفس الميل وهيك تجي قصيرة. هاي من هون مفتوحة من ايدين. وحتى هاي بتبين كتير كذبت نرجع لك يا اخي. هيك شكله بيجي. هلا لازم نتركه. باي، بحبكم.
ما تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب كومنت وشير.